صباح عليكم من تاني، ونرجع لموضوع مهم جدا وخدمة الحقيقة بنشكر عليها القائمين في الدولة، وشكرا لوزير النقل الدكتور هشام عرفات وهيئة سكك حديد مصر. هذه الخدمة هي مقدمة لأهالينا، أهالينا اللي ربنا يشفيهم ويعافيهم، المصابين أو المرضى بالسرطان. هيئة سكك حديد مصر أصدرت تصاريح سفر مميكنة عبارة عن كارت ذكي مجاني. أي حد من أهالينا عنده مرض للأورام السرطانية لا قدر الله يقدر إن هو ياخد الكارت بدل الكارت اليدوي القديم اللي كان موجود في هيئة سكك الحديد، يقدر إن هو ياخد كارت دلوقتي مميكن، كارت ذكي إلكتروني هو يركب بيه ببلاش هو ومرافق ليه. يعني هذا الكارت بيكون صالح لكل القطارات حتى الدرجة الثانية مكيفة، حتى الدرجة الثانية مكيفة، بيكون من محل الإقامة. مثلا لو هو مثلا المريض ربنا يشفيه في محافظة مثلا وليكن شرقية وبينزل ياخد الدواء بتاعه في القاهرة أو المنوفية أو في الصعيد أو في المنيا أو ما إلى ذلك، بيقدر إن هو يحدد الكارت بتاعه بيركب من أنهي محطة، وحتى مراكز العلاج. يعني ولحد مراكز العلاج مثلا بتنزل رمسيس، بتنزل شبرا، شو بتنزل الجيزة، أي مكان، المكان اللي انت بتنزل فيه الكارت ده بيتم تجديده، هو صالح للعمل طول السنة. يعني بيتعمل من أول يناير 2019 ولحد آخر ديسمبر. هذا الكارت مجاني، وبنأكد تاني عشان انتوا عارفين انه ساعات بيطلع إشاعات وبعض الحاجات الاستغلال وما إلى ذلك. الكارت ده مجاني، حضرتك ما بتدفعش اي فلوس عشان تطلع الكارت ده. الكارت ده مش بيبقى للمريض بس زي ما قلنا، بيبقى معاه مرافق كمان ليه. طبعا ربنا يشفيهم كلهم الحقيقه، ويعني وهم يستحقوا ده. وده يا جماعه الخدمات اللي احنا عايزينها تتقدم في مصر، انه كل الدعم. يعني عارفين قطارات السكك الحديد كلها مدعمه، واحنا عندنا ارخص تذاكر الحياه في سكك حديد في العالم، لكن هم كمان اولى بالرعاية، وخطوة مهمة جدا 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 الحقيقة. احنا معانا على التليفون المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. احنا عايزين بقى نوضح للسادة المشاهدين، يعني زي ما انا قلت الكارت الذكي ده بديل للتصريح العادي، صح يا فندم؟ هو يا فندم بسم الله ما شاء الله انت قلت كل اللي انا هقوله. انا اسف. لا ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا فندم. لا بس انا فرحانه جدا والله يا فندم صدقني بالخطوه دي، وانه يعني يكون بيتعامل بالطريقه دي. فبس عايزين حضرتك لو في تفاصيل اكتر هو توضح لنا. زي ما سيادتك قلتي ان طبعا السكه الحديد زيها زي اي هيئه من هيئات الدوله، في ساعتها طبعا انها تقدم اي خدمه او اي عون طبعا لاخواتنا المرضى ربنا يشفيهم يا رب. يا رب. وخصوصا طبعا مرضى الاورام اللي هم طبعا بيعانوا من العلاج الكيماوي وما شابه، وندعو لهم بالشفاء السريع ان شاء الله يا رب. اللهم امين. فطبعا السكه الحديد يعني بتدي يعني حاجه كده لمسه يعني اخويه بالنسبه للمرضى، ان احنا بنقول والله ان احنا معاكم وانتوا ولادنا، واحنا بنقدم لكم اي مساعده نقدر نقدمها من هيئه السكه الحديد. فاحنا عندنا القطارات ان احنا نقدر نقول والله ان احنا نقدم لكم يعني ايه حاجه كويسه كده على القطارات المكيفه، بحيث ان احنا برضو نبقى ساهمنا في ان احنا نخفف. يعني ده بيركب بيه القطار المكيف. ايوه. لحد الدرجه الثانيه مكيفه. الدرجه الثانيه المكيفه، وممكن يركب بيه الدرجه العاديه، وطبعا تصريح ما احنا بنقول اعلى درجه يركب بيها اللي هي الدرجه الثانيه المكيفه. طيب هل فيها يبقى في مقاعد محدده يا باشمهندس؟ هو طبعا مش عايزين نحدد مقاعد محدده عشان طبعا انت حضرتك ما يبقاش احنا مربوطين بحاجه معينه، عشان في بعض طبعا ممكن ما يحصلش حجز عليه فيبقى المقاعد دي تطلع خالي. احنا بنديله يعني الاولويه يعني حسب ما هو متاح، بس هو بياخد الاولويه. بس بنديله الاولويه، وطبعا احنا برضو مراعاه للظروف دي احنا بيبقى فيه بعض التذاكر اللي هي بنسميها التذاكر اللي هي الاحتياطي، بتبقى موجوده على القطارات لحد اخر ساعه من القطار، يعني من قبل ايام القطار يعني. أيوة. فاحنا بنديله الاولويه بالنسبه لو في اي راكب جاي بيحجز بالنسبه للكارت بتاع المرضى السرطان بيبقى له الاولويه. طب هل هو بيجيب ورقه من المستشفى ان انا بثبت مثلا؟ هو اجراءات استخراج الكارت بقى. أيوة. اللي هو حضرتك ان احنا بيبقى فيه شهاده مختومه من المستشفى اللي بيتعالج فيها. أيوة. باسمه، وطبعا في عندنا صوره بطاقه الرقم القومي، او بالنسبه للي ما معهوش رقم قومي يبقى شهاده الميلاد مميتنه. كويس. وعدد 2 صوره.
كويس. وبيطلع له الكارت ده في نفس اليوم. هل المفروض المستشفى تكتب عدد الجلسات اللي بيحصل عليها ولا مش لازم؟ لا يا فندم، هو مفتوحه لحد ما ايه يعني، احنا طبعا التصريح بيبقى سنه. ده كويس. لا انا اقصد اقول مش مرتبط بعدد جلسات. بنتمنى طبعا ان هو يشفى قبل اي يعني يا رب. اللهم امين. بمنتهى السرعه يعني، وبرضه يعني يركب معانا برضه مفيش مشكله، بس نقطعه بقى بفلوس يعني. لا طبعا، اهم حاجه والله يا فندم. ربنا يشفيك يعني. طيب الحمد لله انه هذا يعني بس بيجيب جواب من المستشفى انه بيتلقى العلاج في المستشفى الفلانيه وبس، مش مرتبط بعدد مرات ركوب ولا مرتبط بعدد جلسات. لا يا فندم. طب ده رائع جدا. هسال بقى حضرتك سؤال، طبعا بشكركم جدا ونتمنى الشفاء يا رب لكل المصريين، ولافته الحياه رائعه من وزاره النقل ومن هيئه سكك حديد مصر. انتوا يعني سؤال بس، القطر اللي حضرتك كنت قلت لنا اللي هو ال 33 خط القطر لسه بجنيه، دول اخباره ايه يعني، او اخبار القطارات دي ايه؟ ما زالت بجنيه يا فندم والله، نفس التذكره ما زالت بجنيه. طبعا، بس انا فاكر انا كلمت حضرتك في الموضوع ده من سنه. لا والله لسه يا فندم بجنيه. بجنيه. طب هل هيتم اي تطوير اضافه ليها، تعديل في اسعار التذاكر القطر اللي هو بجنيه ده، ولا يعني هيبقى الحال كما هو عليه، ولا لسه مفيش اي تغيير؟ هو والله يا فندم احنا طبعا احنا ماشيين في خطه تطوير كبيره جدا، سواء بالنسبه للاستيراد جرارات وعربيات، او بالنسبه لتطوير البنيه الاساسيه. وان شاء الله رب العالمين خلال النصف الاول من عام 2020 زي ما السيد الرئيس قال، يعني المواطن هيشوف سكه حديد يعني مختلفه عن الوضع الحالي. احنا دخلنا بالفعل جرارات جديده السنه اللي فاتت. لا يا فندم، الجرارات ان شاء الله لسه هتيجي في نهايه السنه دي. امال ده كان بيعمل ايه، تعديل ولا تم التعاقد؟ تعاقد، كان مرحله التعاقد. تمام، ان شاء الله باذن الله بكل التوفيق. بشكرك مره ثانيه، شكرا للمهندس اشرف رسلان رئيس هيئه سكك حديد مصر، وشكرا لوزاره النقل. خطوه مهمه جدا. انا بالنسبه لي ندي دعم للناس اللي محتاجه، الناس اللي بتتعالج، والحقيقه يعني نعيد، انا اعاده المنظومه بتاعت الدعم دي الحقيقه شايفاها مهمه جدا جدا جدا، ان كل قطاع بشوف انا النقل خطوه مهمه ان انا اساعد بيها الناس اللي بينزلوا كل يوم من القرى ومن المحافظات ومن مراكز مختلفه كتير في مصر عشان ياخدوا العلاج مثلا في مستشفيات في القاهره او في الجيزه. خطوه مهمه. بنعيد تاني لحضراتكم الاجراءات زي ما قال عليها المهندس اشرف رسلان. للي مش متابع معانا يا ريت يبقى معاك صورتين، صوره بطاقه الرقم القومي لو ربنا يشفيهم طبعا ويعافيهم، حد من الاطفال ما عندوش بطاقه رقم قومي، شهاده الميلاد المميكنه اللي هي الالكترونيه المطبوعه دي، ودي بيبقى فيها رقم قومي ايضا، جواب من المستشفى اللي انت بتتعالج فيها بس بيفيد بالحاله وان انت بتحتاج لعلاج وجلسات متابعه وما الى ذلك، وهذا الكارنيه مجاني، استخراجه مجاني وصالح مجاني لمده سنه مع مرافق مع شخص يعني المريض ربنا يشفيه ويعافيه، بيركبوا هما الاثنين ببلاش ومعاك تذاكر متاحه لحد الدرجه الثانيه مكيفه. ربنا يشفي الجميع يا رب ان شاء الله وما يحتاجوهوش يعني.